الظهيرة، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. يوم ثالث من عمر الهدنة بين إسرائيل وحماس مع ترقب الإفراج عن أسرى ورهائن آخرين. يستمر أيضا وصول شاحنات المساعدة إلى القطاع. العمل على تجاوز آثار زلزال الحوز ما زال متواصلا. الصور من أسني حيث تسرع عملية منح رخص إعادة البناء. ومطار أكادير المسيرة يستقبل مليوني مسافر في ظرف أقل من سنة، أداء جيد يحدثنا عنه صلاح الدين بن حمان رئيس المجلس الجهوي للسياحة بأكادير. وضيفة هذا الأحد الكاتبة والشاعرة عائشة بالحاج تحدثنا عن مسارها في عالم الأدب. أهلا بكم. الهدنة بين إسرائيل وحماس متواصلة في يومها الثالث مع ترقب إطلاق سراح مزيد من الأسرى والرهائن بعد أن تم الإفراج السبت والجمعة عن ما مجموعه 26 رهينة إسرائيلية و78 أسيرا فلسطينيا. التفاصيل مع يونس رفيق. بعد تأخير دام لساعات بسبب ما قالت حماس بأنه عدم التزام إسرائيل ببنود الاتفاق، أفرجت الحركة في وقت متأخر من ليلة أمس عن 17 شخصا من الأسرى لديها. ويظهر شريط الفيديو الذي نشرته كتائب عز الدين القسام 13 إسرائيليا وأربعة تايلانديين يستقلون سيارات دفع رباعي للجنة الدولية للصليب الأحمر قبيل منتصف الليل. المفرج عنهم نقلوا إلى مصر ومنها إلى إسرائيل. وقد سلمت حماس في المجموع يومي الجمعة والسبت 26 من الأسرى، كما أطلقت على مدى اليومين سراح 15 من الأجانب غير الإسرائيليين في إجراء لم يكن مدرجا في الاتفاق، بينما أطلقت إسرائيل سراح 78 معتقلا فلسطينيا أغلبهم من النساء والأطفال. 39 منهم أطلق سراحهم ليلة أمس السبت، وعلى غرار يوم الجمعة عمت الاحتفالات شوارع الضفة الغربية المحتلة احتفاء بالفلسطينيين المفرج عنهم. ومن بين المفرج عنهم إسراء جعابيس ذات 38 ربيعا التي تعد من بين أبرز المفرج عنهم. وكانت إسراء قد أدينت بتفجير أسطوانة غاز في سيارتها على حاجز عام 2015، ما أدى إلى إصابة شرطي إسرائيلي وحكم عليها بالسجن 11 عاما. وعانت جعابيس من حروق بالغة خصوصا في الوجه، وكانت القوات الإسرائيلية أطلقت الغاز المسيل للدموع قرب سجن عوفر، حيث تجمع عشرات الفلسطينيين في وقت سابق ليلة السبت في انتظار خروج المعتقلين. وفي غضون ذلك تواصل التوتر في الضفة الغربية، حيث قتل 6 فلسطينيين السبت برصاص جيش الاحتلال. ويرتقب اليوم إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين في اليوم الثالث للهدنة بين إسرائيل وحماس. وبالتزامن مع ذلك تواصل شاحنات المساعدات الإنسانية دخول قطاع غزة المحاصر والمدمر جراء 7 أسابيع من القصف الإسرائيلي. وطنيا، العمل على تجاوز آثار زلزال الحوز يتواصل في قرية أسلدة بجماعة أسني. وبعد استفادة السكان من الدعم المالي تعمل لجان مختلطة على تسريع عملية منح رخص إعادة البناء. ريبورتاج عادل لوتيتي عبد الرحيم عابد والتحرير لزهرة أيتحل. محمد وحسن من قاطني قرية أسلدة بجماعة أسني في طريقهما لتفقد ما بقي صامدا من أسوار منزليهما المتضررين بسبب الزلزال، يدور الحديث بين هذين الجارين عن مرحلة إعادة البناء التي يسرها ما حصل عليه من دعم. جانا الدعم ديال 2500 درهم، وعاوتاني شدينا 2500 درهم، وجا الدعم الاخر ديال البني ديال 20000 درهم، راه شديناها. ودابا راه دافعين الرخصة للسلطات باش نتسناو يعطيونا الرخصة باش نبنيو دارنا ان شاء الله. جاو عندي الناس ديال الطوبوغرافي البارح، عبروا لي الدار. ديجا انا شديت الدعم ديال 20000 درهم، وكنتسنى دابا الاجراءات القانونيه اللي بدوا مع السلطات المحليه باش يشوفوا الدار اش من رخصه بيعطيونا. طلبات الرخص الموضوعه لدى السلطات بلغ عددها 187 طلبا. العمل منصب حاليا على تسريع المساطر، ولتحقيق ذلك لجان مختلطه تشتغل في الميدان. هما دابا في اي المكان قصد إعطاء دراسة الجيوتقنية للأماكن اللي تمت تعرضت للضرر باش نشوفوها واش صالحة لإعادة البناء فوقها أو لا. من بعد غادي ياخد المهندس المعماري غادي ياخد لوفي توبوغرافيك وغيعطينا تصور معماري للبناية المراد إعادة بنائها.
قرية أسلدة تغير حالها بعد الزلزال، لكن بفضل الدعم المادي الموجه لإعادة الإيواء بات بإمكان السكان الناجين رسم معالم جديدة لقريتهم، لعلهم يمضون قدما في تجاوز ولو بعض من آثار الهاسة. والفصل البارد يواجه سكان المناطق الجبلية حرارته المنخفضة بتوفير حطب التدفئة والمؤونة الغذائية تحسبا بشكل خاص لتساقط الثلوج. الصورة من دائرة إيموزار مرموشة بإقليم بولمان في روبرتاج أسامة أفقير ودريس الكوهن. ما يزيد على 30 أسرة تقطن هنا في دوار أيت مرجي التابع إلى الجماعة الترابية تالزمت بإقليم بولمان. سلحسن مثل باقي سكان هذا الدوار بدأ في التحضير لموجة البرد. أول شيء قام به هو جلب حطب التدفئة. البلد هنا قاصحة، شتو العلي شحال واصل لهنايا على سطح البحر 1700 وزيادة، يعني ظروف قاسية ديال البرد كتكون، ديما كتكون الثلج كون بنا نضرور بزاف. كنجيبوا العواد وسميتو وكنوجدوا المعونة من قبل باش بنا ملي يكون الثلج ما كيديبلاصاش. هذا الدوار الكائن في أعالي جبال إقليم بولمان معروف ببرودة طقسه. المحرار هذه الأيام بدأ في تسجيل صفر درجة مئوية خاصة أثناء الليل، رغم أننا لازلنا في فصل الخريف. البرد قاسح، ما البرد قاسح بزاف، اللي كيطيح الثلج كاع ما غتوقفي برا. إيوا كانت كتوجدوا هذا البرد؟ إيوا كنوجدوا شي طحين كنحطبوا. السلطات المحلية بإقليم بولمان تضع خلال فصل الشتاء من كل سنة برنامجا خاصا لمواجهة آثار البرد. أولويات البرنامج فك العزلة، توزيع المساعدات الغذائية، الاعتناء بالنساء الحوامل وتنظيم قوافل طبية. أمسي كان يوما عالميا للقضاء على العنف ضد المرأة، وفيه انطلقت حملة من 16 يوما لمناهضة العنف المسلط على النساء والفتيات، حملة دولية تصل يوم 25 نوفمبر بالعاشر من دجنبر الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان. حملة 16 يوما العالمية بعنوان التحد استثمروا لمنع العنف ضد النساء والفتيات، وتتخذ من اللون البرتقالي هوية بصرية، لون يحيل على مستقبل أفضل خال من العنف ضد النساء والفتيات. به أضيئت أمس عدة بنايات، كما كان الحال بالرباط تحديدا صومعة حسان، بناية البرلمان والمديرية العامة للأمن الوطني والمندوبية السامية للتخطيط ثم بنك المغرب. القناة الثانية منخرطة في هذه الحملة من خلال حمل الشارات البرتقالية، لكن أيضا من خلال برمجة روبورتاجات واستضافة متدخلين في المجال. في السياق تنضم إلينا مباشرة عبر سكايب الناشطة الحقوقية سعيدة الإدريسية. مرحبا بك سيدتي. إذا ما هي الصورة ببلادنا، صورة انتشار العنف الممارس ضد النساء والفتيات؟ يعني هل تشهدون من خلال عملكم الميداني، هل تشهدون تراجعا أم تفاقما للظاهرة؟ أظن أن هناك، لا ليس هناك تراجع، ولكن تزايد الظاهرة، لأن هناك عنف كذلك الذي ظهر هو العنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي والواتساب إلى آخره. فحسب الإحصائيات للمراكز الاجتماعية لنساء ضحايا العنف والمندوبية السامية للتخطيط، فالعنف متزايد، والنساء المتزوجات هم أكثر تعرضا للعنف في الفضاء الأسري، وكذلك الشابات ما بين 15 و 24 سنة. إذا جميع أشكال العنف، من العنف الجسدي، النفسي، الجنسي، الاقتصادي والإلكتروني إلى آخره. نعم، يعني تحدثت عن أنواع عنف كثيرة تتعرض لها النساء في المغرب وفي العالم، وهي يعني طرق عنف مباشرة وغير مباشرة. ما أكثر ما تتعرض له النساء هنا ببلادنا من بين هذه الأنواع كلها؟ من بين الأنواع هو العنف داخل العنف الزوجي هو الأكثر، والعنف الجسدي هو الأكثر تفاقما في داخل الأسرة يعني. ولكن يجب أن نتكلم كذلك على آثار العنف، أنه يؤثر سلبا على الصحة البدنية والعقلية
والنفسية للمرأة، وله تأثير كذلك على الأسرة وعلى المجتمع. أكيد. ولأن له تكلفة. التكلفة التي قالت المندوبية السامية للتخطيط أنه كتطلع لجوج المليار فاصلة 85 درهم، اللي هو التكلفة ديال العنف، وكل امرأة كل ضحية كتخسر تقريبا بين 957 درهم حتى 1000 درهم لتكاليف المصاريف. إذن كذلك يجب أن نفكر أن هناك تكلفة اقتصادية للضحية وللدولة حينما تفقد المرأة أو عملها، فإن الدولة كتخسر واحد المورد بشري اللي هو نشيط إلى آخره. فيجب تناول العنف من كل جوانبه، الجوانب القانونية والجوانب الصحية والاقتصادية والاجتماعية والقضية الوقاية التي تحت الذي هو الآن هو عنوان هو شعار الحملة الأممية الذي يقول استثمروا في الوقاية لمنع العنف ضد النساء. نعم، في هذا السياق سيدتي يعني هناك مجهود كبير تقوم به المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني أيضا، يعني كل من موقعه، ما الذي ينقص من خطوات للحد من هذه الظاهرة؟ أكيد أنك هناك إجراءات تقوم بها المؤسسات الدولة والقطاعات المعنية بمنهضة العنف ضد النساء من خلال الخلايا المتواجدة على مستوى المستشفيات، المحاكم، على مستوى الشرطة، الدرك الملكي إلى آخره. هناك على المستوى الترابي بدأت هناك خدمات على القرب التي تعمل بها المجتمع الجمعي، مراكز الاستماع لنساء ضحايا العنف، ولكن يبقى الخلل هو أن ليس هناك قضية السياسات. يجب أن يكون هناك أجراءات سياسات وقوانين تفعل تكون فيها المساواة بين النساء والرجال. فيا لا يمكن القضاء على العنف ضد النساء وما زال هناك تمييز في القوانين، وما زالت هناك سياسات عمومية لا تأخذ بعين الاعتبار العنف ضد النساء، وليس هناك ميزانية مخصصة لمناهضة العنف ضد النساء. لحد الآن ليست هناك ميزانية واضحة لمناهضة العنف ضد النساء، فهذا هو فالقضية ديال التوعية والتحسيس مهم جدا. أكيد. تمكين النساء مهم، تقريب الخدمات من النساء على المستوى الترابي وخاصة على مستوى البوادي، هذا مسائل يجب كذلك أن تفعل ويكون فيها اهتمام أكثر في إطار سياسات عمومية مندمجة إن شاء الله. السيدة سعيدة الإدريسي الناشطة الحقوقية، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. شكرا لكم. والأطفال الذين انتهكت حقوقهم لهم آلية وطنية للتظلم التعريف بها، كان ضمن برنامج اللقاء التشاوري الذي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع أطفال جهة الدخلة وادي الذهب، وذلك في إطار سلسلة الاستشارات الجهوية التي أطلقها المجلس بعنوان أنا من يقرر مصيري. من الدخلة نتابع ريبورتاج نزار بوحوت والتحرير لجهان الدبلالي. الدخلة المحطة 11 في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية التي يعقدها المجلس الجهوي لحقوق الإنسان مع أطفال الجهات، ومن بين أهم المحاور قطاع التعليم والحق في التمدرس، حق يعتبر ركيزة من ركائز السياسات العمومية. حضورنا كقطاع يشرف على نسبة مهمة من السياسة العمومية المتعلقة بالطفل، خاصة بجانب التربية الذي ننجز فيه عدة برامج في التربية على حقوق الطفل وعلى حقوق الإنسان وتمكين الأطفال من الحق في التعليم وفي التمدرس. ولقاؤنا اليوم في إطار الالتقائية مع باقي المتدخلين لتحقيق نوع من التناغم بين السياسات العمومية لبلوغ الأهداف المرجوة إن شاء الله. باعتبار أنك نيابة عامة يعني متدخلة في حماية الأطفال وتكريس حقوقهم، نتدخل اليوم بمداخلة حول موضوع جهود النيابة العامة في تنزيل اتفاقية دولية لحقوق الطفل على مستوى العملي في إطار تنزيل المصلحة الفضلى للطفل، مبينين المضامين التي نصت عليها الاتفاقية في بنودها ومدى وكيفية تنزيلها على المستوى الواقعي، سواء من حيث تنزيل حق في الهوية، تنزيل حق في الصحة، تنزيل حق في التعليم، تنزيل حق في المحاكمة العادلة. هذا اللقاء التشاوري سيمكن فيما بعد أطفال جهة الدخلة وادي الذهب الاستفادة من ورشات في مجالات الصحة والتعليم والعدالة، وذلك بغية تجميع آراء هذه الفئة والاطلاع على انتظاراتها فيما يتعلق بحماية وتعزيز حقوقها الأساسية. الغاية من الاستشارات الجهوية هي الاستماع للأطفال أولاً،
من أجل مؤسسة مبدأ المشاركة، ثم كذلك الاشتغال مع الأطفال من أجل إنجاز تقرير وطني خاص بالأطفال حول إعمال اتفاقية حقوق الطفل. هذا التقرير سيعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على إيصاله إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل بجنيف. سيكون لأطفال الجهة مشاركة يعني فعالة من أجل يعني طرح اقتراحاتهم ووجهات نظرهم المتعلقة بتنزيل وإعمال الاتفاقية الخاصة بالأطفال. هي إذن المحطة ما قبل الأخيرة في إطار هذه الاستشارات الجهوية والورشات الخاصة بالطفل، وهدف هذه الجولة عبر المملكة هي إنجاز برنامج متعلق بالتربية على حقوق الطفل بصفة خاصة وحقوق الإنسان بصفة عامة. تدبير الموارد المائية في سياق يتسم بتراجعها بشكل حاد نظمت حوله المدرسة المحمدية للمهندسين لقاء علميا سعى المشاركون فيه إلى تقديم حلول عملية تمكن من استغلال أمثل لما تيسر من موارد. روبرتاج نادية أحتا وهشام سني من الرباط. التحديات المرتبطة بمحدودية الموارد المائية وتفاقم الخصائص فيها تفرض اعتماد تدابير استباقية، منها ما يرتبط بالإدارة المستدامة للمياه، وهو الموضوع الذي اختير للمناقشة في هذا اللقاء العلمي. اخترنا تسليط الضوء على أزمة المياه في المغرب، وسنحاول الخروج بتوصيات ملموسة، ومن خلال تنظيم هذا اللقاء جمعية خريجي المدرسة المحمدية للمهندسين تلتزم دائما بتناول المواضيع الراهنة. وإدارة المياه تتطلب اليوم تكوين أطر في المجال لهذه الغاية. معهد للتكوين في مهن الماء سيرى النور قريبا، سيساهم في إيجاد حلول مبتكرة كفيلة بمواجهة التحديات المطروحة. المعهد ديال الماء اللي غادي نديروا الانطلاقه ديالو في الاشهر القادمه ان شاء الله، باش نتجاوبوا مع التحديات وباش نكونوا دكاتره في هذا الميدان واساتذه جامعيين اللي غادي يكملوا هذا المشوار واللي غادي يكونوا مكونين احسن تكوين، لانكم تعرفوا بان الدكاتره من جيل جديد اللي طلقنا دابا هاد الايام الاخيره باش تكون عندهم واحد الحركيه دوليه. وخلال هذا اللقاء تم إبراز استراتيجية المغرب في مجال تدبير الماء من خلال تطوير بنية تحتية مائية وعقلنة استعمالها. الظاهرة متواصلة، وفيها أيضا بالرباط نظم معرض يستكشف أفاق الدراسة والعمل بالصين، والمهرجان الدولي للفيلم بمراكش متواصل بعروض مميزة. وقبل ذلك مطار أكادير المسيرة يتخطى عتبة مليوني مسافر في ظرف أقل من سنة، وذلك للمرة الثانية بعد أولى كانت في العام 2019. المسافرة رقم مليونين هي مواطنة بولندية قادمة من مدينة دوسلدورف الألمانية، وكان مطار أكادير المسيرة قد استقبل خلال الأشهر العشر الأولى من هذا العام قرابة 1,670,000 مسافر بنسبة استرجاع بلغت 111% مقارنة مع 2019، ليحتل بهذا الأداء المرتبة الثالثة على المستوى الوطني بعد مطاري البيضاء ومراكش. ومن أكادير ينضم إلينا مباشرة صلاح الدين بن حمان رئيس المجلس الجهوي للسياحة بأكادير. مرحبا بك سيدي. إذن هو أداء جيد على مستوى مطار أكادير المسيرة بتجاوز عتبة مليوني مسافر في ظرف أقل من سنة، ما الذي مكن من تحقيق هذه النتيجة؟ السلام عليكم. بالفعل تمكنت مدينة أكادير يوم أمس من استقبال عدد من السياح، وتم بذلك تسجيل عدد الوافدين إلى غاية يوم أمس 2,000,000 سائح منذ بداية السنة. أكادير تمت تسجيل هذا الرقم سنة 2019، لكن سجلته في آخر ديسمبر، يعني يوم 28 ديسمبر من 2019. هذه السنة نسجل هذا الرقم ونحن في يوم 25 نوفمبر.
ما يعني أنه في غاية آخر ديسمبر سيكون عدد الوافدين حوالي 1,250,000 سائح، وهو ما يكون سيكون زيادة بقدر 11-12% مقارنة مع 2019 التي تعتبر السنة المثالية في القطاع السياحي. نعم، بالحديث عن هذه الحركية، المطار يعني حقق نسبة استرجاع ب 111% مقارنة مع السنة المرجعية 2019، وذلك خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام. يعني هل هذا مؤشر واضح على تعافي السياحة بشكل تام بالجهة؟ بالضبط، يعني هذه الزيادة ديال 11% مقارنة مع 2019 يعني أنه القطاع يتعافى بشكل جيد ويفتح صفحة جديدة بعد جائحة كورونا. إلى آخر السنة كما ذكرت سيبلغ نسبة تحسن 11-12% مقارنة مع 2019، ونتطلع إلى أرقام أحسن وأفضل في السنة المقبلة سنة 2024 إن شاء الله. السيد صلاح الدين بن حمان رئيس المجلس الجهوي للسياحة بأكادير، شكرا لك، كنت معنا مباشرة من أكادير. الصين وجهة للدراسة والعمل تغري كثر، لهم نظم معهد كونفوشيوس معرضا لتقديم المعلومات والفرص التي توفرها الصين، معرض في دورة أولى احتضنتها المدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط. نتابع ربورتاج هشام السني ونادية وحتة. بمعرض الدراسة والعمل في الصين حل طلبة البكالوريا وطلبة الجامعات المغربية للتعرف على آفاق التكوين والدراسة بالإضافة إلى فرص الشغل المتاحة بالبلد الأسيوية. بينا نبحثوا على آفاق جديدة لتطوير المهارات ديالنا في سميتو استكمال الدراسة في الصين، لأنه عرفنا بلي الصين كقطب تجاري مهم بالنسبة للعالم، فجينا نبحثوا على فرص للتطوير يعني المهارات ديالنا والبحث على فرص لماذا لا للتكوين في سميتو في أحد الجامعات الصينية المرموقة. اطلعت على معلومة مهمة وأعتقد أنني سأتابع دراسة مستقبلا بالصين. أزيد من 20 جامعة صينية وشركات مختصة في مجال التكنولوجيا الحديثة يحيطون علما الطلبة المغاربة بكافة المعلومات. نحن نرحب بكل من يرحب في دراسة في الصين ويحب اللغة الصينية ويحب الثقافة الصينية أن يذهب إلى الصين لدراسة والعمل لكي سوف يساهمون في تعزيز الصداقة والعلاقة الودية بين المغرب والصين. هذا المشروع سيسمح لهم من الولوج إلى الجامعات الصينية والحصول على المنح التي سوف تمكنهم من الدراسة في الصين. هذا المعرض في دورته الأولى ينظمه معهد كونفوشيوس الذي يقدم التكوين الأكاديمي والثقافي للمهتمين باللغة والثقافة الصينية بجامعة محمد الخامس. بمراكش ترأس أمس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد رئيس مؤسسة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، ترأس حفل عشاء أقامه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الافتتاح الرسمي للدورة 20 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، حضرته شخصيات عديدة من ضيوف المهرجان. مهرجان مراكش الذي افتتح الجمعة يحتفي بدورته 20 بحضور كوكبة من ألمع نجوم السينما مغاربة وعالميين. المهرجان الدولي للفيلم متواصل إلى غاية 2 دجنبر، تتنافس حول جوائز 75 شريطا من 36 دولة. العروض متواصلة كما سنتابع في ربورتاج محمد إسراء وعادل بوسكري. هذه صورة الطفلة الفلسطينية لنسويلم رفقة والدتها الممثلة هيام عباس، صور تعود إلى تسعينيات القرن الماضي. كبرت الطفلة الصغيرة وصارت مخرجة سينمائية، فحطت رحالها رفقة والدتها بالمهرجان الدولي للفيلم، والمناسبة عرضها لفيلمها الوثائقي باي باي طبرية ضمن المسابقة الرسمية. لنسولم فيلم
المغرب قدر يشوف الفيلم. كتير صعب علينا الموضوع مع فلسطين اليوم وصعب علينا نحكي عليه، بس كان كتير مؤثر نشوف هالقد ناس اللي فهموا قصتنا وشافوا قصتنا وبكيوا معنا وضحكوا معنا. هؤلاء هم أفراد عائلة المخرج لينس ويلم، فالفيلم يحاول أن يربط بين الماضي المتقل بالجراح والحاضر بالاعتماد على الأرشيف العائلي. عن جد بشكر الجمهور المغربي على حضوره وعلى استقباله لهذا الفيلم في اللحظات هذه اللي احنا بنعيشها. على الأقل عندنا إمكانية إنه عن طريق السينما نعبر عن أحاسيسنا وعن قصصنا وإنه نزرعها في التاريخ رغم الصعوبات اللي الشعب الفلسطيني بيمرق فيها. ملأ الضحى عينيك باللطيف من فيلم باي باي طبرية. هو الفيلم الثاني للمخرج لينس ويلم، رشحته وزارة الثقافة الفلسطينية لتمثيل فلسطين في جوائز الأوسكار. اللحظة موعد فقرة ضيف الأحد القارة، نسعد باستضافة الشاعرة والكاتبة عائشة بالحاج. درست علوم السياسة، اشتغلت كذلك في الإعلام، لكن اهتمامك الأول يعني الشعر والرواية. أهلا بك عائشة بالحاج معنا. شكرا لك على الدعوة. مرحبا. إذا يعني مسيرتك الإبداعية انطلقت بداية بالشعر، وبعد عدة إصدارات اخترت خوض غمار تجربة أدب الرحلة، فكانت على جناح دراجة من طنجة إلى باريس، كتاب استحق جائزة ابن بطوطة الخاصة بأدب الرحلة. يعني كيف عشت هذه اللحظة، لحظة تتويج كتابك الأول في أدب الرحلة؟ هي أكيد لحظة يعني مهمة في مشوار كل كاتب أن يجد نوعا من التقدير، لكن أهم ما في الكتاب هو رحلة الكتابة في حد ذاتها. ربما عندما يأتي التتويج يكون فقط كتربيتة على الكتف، إنما الكتابة هي الأهم. عن هذه الرحلة الفائزة بجائزة ابن بطوطة، يعني لماذا اخترت الكتابة انطلاقا من طنجة إلى باريس وليس العكس؟ كما يقال الجمال في عين الرائي، فربما هناك الكثيرين الذين ذهبوا إلى باريس وكتبوا عنها، ربما هناك ملايين الكتابات أو ملايين الرؤى، ملايين من باريس. فهنا ذهبت بنظرة مختلفة خاصة بي تأتي من المكان الذي جئت منه، لهذا كتبت من طنجة إلى باريس، رغم أن الرحلة هي تقريبا في معظمها عن باريس، لكن المختلف فيها هو مجيئي من طنجة، لهذا تحضر طنجة. وربما هذا يبين يعني ويوضح مكانة طنجة لديك، طنجة المدينة الجميلة. جميلة. أكيد، ويوما ما سأكتب ما تستحقه هذه المدينة مني، لكن هنا هي تحضر نوعا ما كالمكان الذي جئت من باريس. مدينة عالمية، هي مركز ثقافي استطاعت أن تتجاوز الكثير من يعني المشاكل الاجتماعية خاصة بالنسبة للمرأة، بينما طنجة رغم أنها أيضا مدينة عالمية ومنفتحة على الخارج لكنها منغلقة في الداخل، مدينة محافظة، مجتمع محافظ. هذه هي النقطة التي انطلقت منها، كيف نقارن بين حياة امرأة أو إحساسها داخل مجتمع محافظ ومنغلق وتقليدي، ومدينة يعني تفضل أو تمثل أهم ما في الحضارة الغربية التي ليست مثالية بالطبع على الإطلاق، لكن في باريس هناك مظاهر شبه مثالية للمرأة، لحياة المرأة. يعني هي مقارنة بين الشرق والغرب إلى حد ما، ربما في بعض النقاط، لأنه لا أفضل الغرب على الشرق، كل من يعني من الجانبين لديه سيئاته وحسناته، لكن هنا في منظار المرأة هناك مقارنات لا شك. يعني الكتابة في عالم الرحلة هل يختلف بين المرأة والرجل؟ بلا شك. أين هي أوجه الاختلاف؟
أساسا في التفاصيل. المرأة مخلوق من التفاصيل، قد تسامح المرأة في أي شيء، ربما في الأشياء الكبيرة، لكن يعني لا تسامح في التفاصيل الصغيرة، هي أول ما تلفت انتباهها. وعندما ذهبت إلى باريس هذه يعني التفاصيل هي التي جعلت هناك نوع من التواطؤ بيني وبين المدينة، أعطتني بعض الأشياء التي طبعا كنت على استعداد لرؤيتها. مرة أخرى نحن نريد ما نريد أن نراه، كذلك المكان يمكن أحيانا أن يتواطأ معنا ويرينا ما نريد أن نراه. أكيد. عائشة بالحاجة، قبل مواصلة هذا الحوار الشيق نتابع بورتريه يرصد لنا جانبا من مسيرتك في عالم الإبداع، أعدته لنا سعاد عسراوي وفاضل السعدوني. في ذواتها يلتقيان الشعر والرواية، هما داؤها ودواؤها، هما مرفأها والأمان. عائشة بالحاج ابنة بطوطة حبيبة طنجة. للشاعرة رائحة نهر يجري في الغابة حاملا أيامها اليابسة، للمرأة رائحة الموت الذي يأتي قبل الأوان ويحمل ركابا إضافيين في عودته. في أراضيها الشعرية ريح تسرق ظلها، لا تعيده إليها سوى قبلة الماء. ومن لا يعرف هذه المرأة الشاعرة فهي من ركبت جناح دراجة وسافرت من طنجة إلى باريس. عادت محملة بالكتاب الذي منحها جائزة ابن بطوطة فرع الرحلة المعاصرة. قرأت لعائشة شعرا ومقالة وكان انحيازي واضحا في الأخير لكتابها الرحلي من طنجة إلى باريس. عدا عن التحديق العميق في الأماكن والمتاحف والشخوص، عن الثقافة، عن الكتاب، رافقتنا عائشة إلى دواخلها، إلى حياتها الخاصة، إلى أفكارها، إلى جراحها. لاحظت وأنا أقرأ كتابها كنت أشعر برغبة في التوقف، رغبة في أخذ نفس عميق ثم المتابعة. الكتاب مكثف للغاية، جارح. قالت فيه عائشة ما نرغب فيه جميعا، ما نرغب في قوله جميعا كنساء. قارنت بين وضع المرأة المثقفة ووضع الرجل المثقف سواء في الثقافة العربية أو الثقافة الغربية. رحلتها مع الشعر محفوفة بالرغبة، تنتظر منه إشارة، وحين تأتي تركض إلى وجهتها دون طرح السؤال كيف، أين، ومتى، فقط ترمي قلمها في حضن القصيدة. إنها تذهب إلى نصوصها الشعرية دون أن تكون محملة بالعبء اللغوي والإرث اللغوي القديم ومجازاته وبلاغاته والتفكير بالصنعة، ترمي لنا الشعر فيأتي واقفا، لأنه كما قال الجرجاني الشعر لا يحلق به شيء. إنها واثقة أنها شاعرة دون أي تبذير لغوي ودون أي تبذير مجازي. هذا ما أحبه في شعر عائشة الذي يلمع من وراء أستار، حتى وإن كتبت اليوميات، حتى وإن كان موضوع النص بسيطا، فهو شعر حقيقي، لا نستطيع أن نقول غير ذلك. ما نفع الكلمات للطيور؟ ما نفع سنوات أرضعتني فيها الحياة حليبها المر كريح تنقل أشلاء الشجر؟ بالجامعة درست عائشة بالحاج القانون العام، ورسالة الدكتوراه كانت في العلوم السياسية، وبين هذا وذاك اختارت بالحاج الإعلام نافذة على الثقافة، حاورت الكتاب والأدباء والشعراء. مثقفة متنوعة مصادر الثقافة، سواء كانت الثقافة فنية، سينما، تشكيل، نحت،
أو كانت ثقافة فكرية. أظن أن النص الرحلي الذي أصدرته مؤخرا يعكس هذا التعدد الثقافي في شخصيتها. هي بالإضافة إلى ذلك لها ذوق مرهف لا تقبل أي عمل أدبي، لها موقف في من هذا العالم ومن قضايا هذا العالم، وتنخرط في هذه القضايا من خلال كتاباتها. أتصور أن عائشة بالحاج تعدنا بأشياء مهمة. وهذا في رأيي ما يمكن أن نصف به إبداعا، مثل إبداع عائشة بالحاج، سواء في نصها النثري كما في كتاب على جناح دراجة الفائز بجائزة ابن بطوطة ارتياد الأفاق، أو في نصها الشعري كما في كتابها لا أعرف هذه المرأة. تنظمين الشعر، تسردين الرحلة، تكتبين المقالة وترسمين يا عائشة، وكأنك تعدين العدة لسفر طويل يحتاج الكثير من زاد الروح. لا يحتاج البحر إلى سفن، لكنه يحملها بصبر ليقف العاشقون على سطحها، يراقصون ظلالهم الليلية على موجه ليتوازن العالم. يتوازن العالم عندما لا يغرب الشعر ولا تغيب ريحه وروحه. وإذا بورتخي رسم جزءا من تجربتك في عالم الأدب، كان أيضا غنيا بالشهادات في حق هذه المسيرة، أكيد تودين التعليق عليها. بلا شك أنا ممتنة لكل هذه الكلمات التي هي أكبر مني وأكبر من تجربتي، وممتنة لإيمان الخطابي التي هي من الأسماء المهمة، من التجارب المهمة في الشعر مغربيا وعربيا، كذلك الأستاذ محمد مشبهل من أهم الباحثين العرب خاصة في مجال البلاغة، وأيضا الشاعر والإعلامي هاني نديم من سوريا، أيضا من أهم الأسماء، وكذلك إبراهيم المصري، أيضا هما معا شاعران مهمان وأيضا إعلاميان لهما نفس الانشغالات، يعني نحمل جميعا هم الإعلام وهم الشعر. إذا يعني عالم الأدب والشعر عبر بوابة الشعر. أولا نجد في ديوانك الأخير حضورا للمرأة في العنوان وأيضا في النصوص، يعني لماذا هذا الاختيار؟ لابد لأنني امرأة، يعني حتى في المواضيع لابد أن أتحدث هذا الهم. نعم، عن ما أشعر به، يعني لو كنت رجلا أيضا تحدثت من منطق ذكوري. هناك أيضا مسألة مهمة جدا حاولت أن أحرص عليها مؤخرا وخاصة في هذا الديوان، هو الحديث بصيغة المؤنث. في الشعر العربي يطغى يعني ضمير المذكر، حتى ما عندما تكتب النساء أيضا يستعملن ضمير المجهول لأنه أسهل، لأنه الأكثر شيوعا وسلاسة وأقرب إلى القارئ، ولكنه لا يعبر عنك أنت أيضا كشاعرة، أنت عندما تحدثين نفسك لا تستعملين ضمير المذكر. فهنا لهذا ربما حتى فيما سيأتي سوف تجدين هذا الحضور للمؤنث في العناوين وفي اللغة أيضا. ماذا عن حضور يعني النساء الشاعرات في المغرب؟ كيف تصفينه؟ بالنسبة لي لا أستطيع التقسيم بين الشاعر والشاعرة، هما معا يعني في نفس الفوهة، يعني فوهة البركان. عندما تدخل عالم الشعر أنت تعرض نفسك إلى العواصف وإلى كل المشاعر، يعني ليست هناك عواصف أكبر من العواصف الداخلية، ولهذا دائما أعترض على تقسيم الشعر النسائي والرجالي عندما يضعون البعض ضمن شاعرات مثلا في فئة هكذا. لا أكون سعيدة لأنه ربما تجمعني قواسم أكثر مع شعراء رجال في هذا المنطق، لأننا لسنا نساء فقط، إنما أيضا نحن كينونات متعددة نأتي من مشارب مختلفة، لدينا خلفيات اجتماعية وثقافية مختلفة. يعني درستي السياسة وتكتبين مقالات للرأي في هذا الاتجاه، تتطرقين فيها إلى مواضيع مختلفة، يعني كيف توفقين بين هذا كله؟
الشاعر هو يعني لا يمكنه أن يدس نفسه أو رأسه في بيته أن ينصرخ عن المجتمع. نعم، رغم أنه يود، هو كائن معتزل يحب العزلة والوحدة كشرط من شروط الإبداع. فأنت لا تكتب أو أنت لا تكتبين وسط الناس أو في الطرق كما يقول البعض. الكتابة تحتاج إلى أن تكوني خلف الجدران، خلف كل ما هو حولك، ولكن في نفس الوقت أنت تحملين الهم الذي حولك. لابد من أن تتفاعلي لأنك تعيشين، أنت تعملين وتخرجين وتربين أولادك وتشاهدين الأخبار. لابد من أن تكوني على يعني على علاقة قوية مع حولك. وشخصيا منذ الصغر، هذا لم يأتي من الكبر، إنما منذ الصغر كان لديها اهتمام بالإشكالات الكبرى حولي في العالم. لهذا أحب القراءة لأنها تساعدني على فهم العالم. كلنا نريد أن نفهم هذا العالم، ولهذا عندما أكتب لابد أن أكتب أيضا انطلاقا من هذا الهم، من هذه الإشكاليات. فأحاول أحيانا الجمع بين ما هو ثقافي وما هو سياسي وما هو اجتماعي، لأن كل شيء هو متواصل. لذلك عندما يسألوني مثلا البعض عن دراسة السياسة، عن العمل في الإعلام، عن الشعر، عن كل هذا مترابط لأنه يأتي من داخل الإنسان. كما يقال هي علوم إنسانية. وإذا يعني فقط تحدثنا عما هو يجري حاليا في غزة، نحن كأفراد ربما لا يمكننا فعل الكثير، نشعر بالعجز، وكل منا يريد أن يقوم بأقل ما يمكن وبكل ما يجيده. مهنتي هي الكتابة، فلابد أن أكتب ولو بشكل مختلف. كلنا نكتب جميعا، لكن لكل منا مرة أخرى خلفيته. طبعا في انتظار أن تقوم الدول بشيء ما، لأن هذا الصمت لما تفعله إسرائيل في غزة شيء مفجع حقيقة. ربما هي من أسوأ اللحظات في التاريخ. لم نكن يوما ما يعني نرى كل ما يحدث، ربما كل المجازر السابقة لم نكن نرى، الآن نرى كل شيء ونحترق من الداخل. ولعل يوما ما هذه الدول وهذه الأنظمة، لأن هي مسألة ليست عربية أو إسلامية فقط، إنسانية في الدرجة إنسانية الأولى، يعني كل الجميع معني بها في كل العالم. نعم، يعني القارئ لرحلتك يكتشف البعد الآخر الذي تحملينه وهو السرد. لماذا لم تخوضي حتى الآن تجربة الرواية؟ أحيانا يسألني الكثير هذا السؤال، خاصة عندما يقرؤون بعض المقاطع السردية أو بعض المقالات التي تحمل هذا البعد السردي. والغريب هو أن الرواية هي أول ما كتبت. هناك رواية عمرها 8 سنوات محطوطة على جنب، ولا أجد صعوبة في إخراج ديوان شعري، بينما الرواية رغم أنها مكتملة أو شبه مكتملة، لكن دائما أنظر إلى النص السردي وحتى الرحلة يعني كأنه قصيدة مطولة. العمل على ديوان الشعر يمكن الاشتغال عليه على مراحل، إنما الرواية أنت تحتاجين إلى أن تكون هناك سلاسة جدا وكثافة وترابط. هذا يأخذ الكثير من الوقت والجهد والتركيز، ونحن نعمل يعني نعمل كل يوم ولدينا. نحن ننتظر هذه الرواية. ذلك أن تكون قريبا إن شاء الله. أنت فنانة تشكيلية كذلك، وهذه موهبة كشفت عنها مؤخرا. ما الذي يجذبك إلى التشكيل؟ وهنا هذه مجموعة لوحاتك التي صدرت أمس فقط على ما أعتقد. نعم، الألبوم الكتالوج صدر في خلال هذه الأيام في إطار الاستعداد إلى معرض تشكيلي في القادم من الأيام إن شاء الله. الأكيد يعني أن التتويج بأي جائزة هو دافع للاستمرار وللإبداع أكثر. في هذا السياق، هل من رواية أو نص شعري أو ربما إبداع في مجال الرحلة يتبلور حاليا أو ربما يصدر قريبا؟ ربما من يعرف، هناك الكثير من الكتب موضوعة على جنب في انتظار. ربما الشعر دائما سوف يكون دائما. لا أعرف لماذا كنت أفترض أنني سوف أمنح للرواية وقتا في هذه الفترة من حياتي، لكن مجددا القادم سيكون شعرا. وأيضا أمنح الكثير من الوقت حاليا للرسم، لأنني أيضا
بدأته منذ الصغر، قبل الكلمات اكتشفت الألوان، ولكن مشكلة الألوان هو أنها تحتاج وسائل خارجية لتستطيع الإبداع، تحتاجين إلى تقنيات، إلى معرفة، إلى تشجيع، على عكس الكلمة كل ما تحتاجه هو أن تنفجر من الداخل، أن تكون هناك يعني قابلية لإخراج ما هو في داخلك، وهو أيضا مغامرة كبرى. لسنا جميعا قادرين على أن نتحدث عما نشعر به، عما نراه. وهنا يعني دائما أسأل أيضا سؤال آخر، هل هناك فرق بين الكاتب وغير الكاتب في رؤية الأشياء؟ هنا فقط أنا أشير إلى هذه النقطة، أننا جميعا نرى الأشياء بنفس المنظار، والفرق هو أن الكاتب يستطيع أن قدر على التعبير أن يعبر، وأحيانا حتى نحن نعجز عن كتابة عن أشياء هي ربما أهم ما نشعر به. فهذا هو الفارق بيننا، هو القدرة على الكتابة أحيانا والعجز عنها في معظم الأحيان. شكرا لك عائشة بالحاج على حضورك معنا وإغناء هذه الظاهرة، بالتوفيق في أعمالك المقبلة. شكرا على الدعوة وعلى الحوار الجميل معك. مرحبا بك. مرحبا. الختام من سلا، حيث افتتح بقاعة العروض بالمركز الثقافي سعيد حجي معرض للفنان التشكيلي يحيى زروال، عنوانه تجربة تصويرية. نتعرف على بعض اللوحات الثمانين المعروضة هناك في ربورتاج لنادية وحتاوي يوسف لطفي. لوحات الفنان التشكيلي يحيى زروال تختلف فيها مستويات العمق، وتجمع بينها الألوان البراقة التي يسود فيها الطابع الترابي والناري والذي يعكس شخصية الفنانة. لوحات كاين مستويات في العمق والألوان اللي بصفة عامة تبقى ألوان براقة وألوان تغلب عليها الطابع الترابي الناري بحكم الشخصيه ديالي، ويبقى الهدف بيان سور الرئيسي ديال اي فنان تشكيلي هو الابداع والتمكن التقني من المستويات والاضافات للعمق الفني لكل لوحه باش تعطي البريق ديالها والرساله الموجهه للجمهور. المعرض هو الأول في مساره الفني الشخصي. في هذه التجربة التصويرية اعتمد الفنان التشكيلي يحيى زروال على تقنية المدرسة التصويرية العتيقة ليرصد وجوها وأمكنة تعج بها مخيلته ومحيطه. العمل ديالو هو تيخدم على الطابليكس وتيخدم جينيرال على الطابليكس وعلى الأطوال وسميتو المواضيع اللي كياخذ مواضيع اللي هي فيغوراتيف تشخيصية، والتقنيات اللي كيستعمل اما كيستعمل لا تكنيك الله بريما او اللي كيستعمل لا تكنيك ديال لي غلاسي. المعرض الذي يستمر الى نهايه الشهر الجاري يعد الاول في مساره الفني الشخصي. في ختام الظاهره نذكر بابرز ما جاء فيها. يوم ثالث من عمر الهدنه بين اسرائيل وحماس مع ترقب الافراج عن اسرى ورهائن اخرين. يستمر أيضا وصول شاحنات المساعدة إلى القطاع. العمل على تجاوز آثار زلزال الحوز ما زال متواصلا. الصور أوردناها من أثنية حيث تسرع عملية منح رخص إعادة البناء. ومطار أكادير المسيرة يستقبل مليوني مسافر في ظرف أقل من سنة، بين يناير وأكتوبر فقط سجل نسبة استرجاع تفوق 110% مقارنة مع 2019. وضيفة هذا الأحد كانت الكاتبة والشاعرة عائشة بالحاجة، حدثتنا عن مسارها في عالم الأدب. لمزيد من الأخبار تفضلوا بزيارة موقع القناة دوزام.ما أو تطبيق ماي دوزام. شكرا لكم على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله.